السلام عليكم متابعين قناة الغاز تيوب، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. اللغز الأول. في إحدى المرات ضربت عاصفة قوية إحدى المدن، أدت إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات عن المنزل بشكل كامل. وبعد هدوء العاصفة وجدت الخادمة مقتولة في المطبخ. لم يكن في المنزل سوى 3 أشخاص، وهم الزوج والزوجة والممرضة. قامت الشرطة باستجواب 3، وكانت إجاباتهم كالتالي: الزوج قال بأنه كان يجري مكالمة مع ابنه ليطمئن عليه. الزوجة قالت بأنها كانت تقرأ كتاباً على ضوء الشمعة. الممرضة قالت بأنها كانت تشعر بالتعب وكانت نائمة في السرير. من هو القاتل؟ الإجابة: القاتل هو الزوج، لأنه قال كان يجري مكالمة في حين أن العاصفة تسببت بقطع الاتصالات. اللغز الثاني. اتصلت السيدة ماجدة بشركة سباكة وطلبت منهم صيانة أحد الأنابيب في المطبخ. قامت الشركة بإرسال 3 عمال إلى منزل السيدة ماجدة، وهم محمد وسامح وإسلام. قام 3 بإصلاح الأنبوب ومغادرة المنزل. بعد مغادرتهم المنزل، اكتشفت السيدة ماجدة أن مجوهراتها قد سرقت. وبعد أن راجعت الشرطة التسجيلات، وجدت التالي: من هو السارق؟ الإجابة: السارق هو محمد، لأنه دخل وقد وضع أدوات داخل الشنطة، أما عند خروجه قد حمل الأدوات بيده لأن الشنطة قد امتلأت بالمجوهرات. اللغز الثالث. دخلت الخادمة غرفة الزوجة لتجدها ميتة على الأرض والدماء تغطيها. سارعت بالاتصال بالزوج ثم الشرطة، وأخبرت الشرطة بالحادثة. سألت الشرطة الخادمة: هل أخبرت أحداً بالحادثة؟ أجابت الخادمة: لقد أخبرت الزوج أن مكروهاً حصل وأن يأتي بسرعة. وصلت الشرطة إلى المكان وقامت بالتفتيش، وبعد دقائق وصل الزوج. كان حزيناً جداً وسأل الشرطي على الفور: من أطلق النار على زوجتي؟ عرف الشرطي أن الزوج هو القاتل وأمر باعتقاله على الفور. كيف عرف الشرطي أن الزوج هو القاتل؟
الإجابة: الخادمة لم تخبر الزوج أن زوجته قد أطلق عليها النار، فكيف عرف إذن؟ شكرا لك على المشاهدة وإلى اللقاء.